لطالما كانت الأجهزة المساعدة للناس يلي تعرضوا لجراحة بتر الأطراف تقتصر على مساعدتهم بمسك الأشياء، إلا أنه آلية جديدة رح تحدث ثورة بهذا المجال، وهذا الشيء بعد تطوير يد صناعية بتمكن الأشخاص من مسك الأشياء والإحساس فيها كمان، وبتسمح للمستخدم بأن يلتقط غرض ما من أعلى مائدة مع الشعور بقوامه وملمسه وشكله وحجمه دون الحاجة للنظر إليه. التجربة تثبت أن البدائل العصبية يلي بتعتمد على محاكاة شبكة الأعصاب البشرية يمكن أن تعطي نفس الاستجابة بشأن وضع اليد بشكل تلقائي، وأن مخ الإنسان لا يواجه أي مشكلة بالتعامل مع المعلومات يلي بتوصله من الطرف الصناعي، مما يساعد بتحقيق نتائج مثالية. وبرهن الباحثون على أن صاحب اليد الصناعية يستطيع الشعور بشكل الشيء وحجمه وملمسه عندما يتم زرع أقطاب صناعية تتصل باليد الصناعية عبر أقطاب كهربائية من خلال أعصاب الساعد. وتم تحفيز الأعصاب أيضاً خلال الزراعة يلي بتجعل أصحاب الأيدي المبتورة قادرين على معرفة وضعية اليد، حيث استطاع مريضين خلال التجارب معرفة ما إذا كانت إيدهم مفتوحة أم لا وما هو مقدار هذا الفتح دون أن ينظر إلى اليد، وهذا الشيء بدرجة دقة مماثلة لدقة الأشخاص ذوي الأيدي الطبيعية.